هناخد يعني انا عايز برضو اعرف تعليقكم. احنا بنتكلم على ان المنظومه باكملها عندها مشاكل كتيره جدا، سواء بالنسبه للمدارس او المدرس او النظام بتاع الثانويه العامه. ناس كتيره جدا بتشتكي من الثانويه العامه والمطلوب من حل. في مقترحات قدمها وزير التربيه والتعليم. بنتكلم بقى عن الاولويات اللي نبدا بيها، يعني انا عايز اعرف برضو اولياء الامور ارائهم ايه. طبعا انا منتظر مشاركتكم وعايز اعرف برضو ارائكم ايه. طيب معانا اول اتصال، معانا استاذه مها من القاهره. استاذه مها، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. مقترحاتك او تعليق على اللي احنا سمعناه ايه؟ بص، احنا امبارح كنا في المؤتمر مع الدكتور طارق ومع المتواجدين كانوا في المؤتمر. تمام. النظام هو نظام جيد، مش وحش. هو واصل عند بعض الناس ان هو هيكون سيء لانه على 3 سنين. مفهومه عند الناس واصل غلط، مش واصل واضح، لان لسه الياته او طريقه تطبيقه مش واضحه عند الناس. كان مفهومنا عن الثانويه العامه ان هي تتاخد على 2 سنين ويبقى بقى دروس خصوصيه على مدى 2 سنين واستنزاف للاسر وكده اهوت. فهو مفهومه عند الناس وصل كده ان هي بدل ما هتبقى سنه وقبل كده كانت 2 سنين فدلوقتي هتبقى 3 سنين. لا، هي مش كده، هو مش كده ابدا. هي مرحله هتبقى مش ثانويه عامه، هي مرحله ثانويه ككل. انت كطالب داخل المرحله دي انت هتختار انت من المواد هتدرس ايه. يعني بالنسبه يعني مش هيبقى في مجموع بمعنى اصح، والتقدير كمان مش هيتم الاتخاذ بيه، انت بتتم اختيارك، وبالتالي القدرات او اختبار القدرات هو اللي ممكن تقبل بيه الجامعه، صح كده؟ بالظبط، ايوه. تمام. بس هي في مشكله بقى، في مشكله. مشكلتنا انا ان انا علشان طالب يدخل ويبقى فاهم الشغلانه دي، واني انا كطالب مثلا انا اصلا بحب مثلا المات، ولكن برضو انا شاطر فيه، شاطر في المواد الرياضيه، بس انا بحب التاريخ، بحب يعني شاطر بحب التاريخ، فحابب ان انا ادرس تاريخ وادرس المواد الرياضيه. ايه يمنع ده؟ ايه يمنع من ان انا ادرس تاريخ مع المواد الرياضيه؟ كان الاول بيحكمني ان انا علم رياضه مانيش ادبي. تمام. لكن انا هنقي المواد اللي انا حاببها، اللي انا عايزها. دي ميزه برضه فيه. اللي هيقف في الطريق ده ان انا عندي المرحله الاعداديه انا مش مأهل الطلبه فيها ان انا ادخلهم المرحله الثانويه. المرحله الاعداديه واقعه. انت عند حضرتك في اولى والثانيه والثالثه اعدادي الطلبه ما بيحضروش في المدارس. تمام. ما تمش التطرق للموضوع ده امبارح استاذه مها، ما تمش التطرق للموضوع ده امبارح في المؤتمر؟ بالنسبه للموضوع الاعداديه، ما تمش التطرق للموضوع ده امبارح في المؤتمر؟ في المرحله الاعداديه؟ هو للاسف انا ما كملتش هو دكتور طارق كل يعني اللي هيمشي فيه هو خطين، للابتدائي من تحت سته، وان احنا بنطور في الناحيه الثانيه في اللي ماشي فيه دوت. تمام. في الثانوي، في المرحله الثانويه. المدرس بقى، المدرس ما جاش شمته خالص، ما اتكلمش عنه بالنسبه لتاهيل المعلم نفسه. لازم. لا، ازاي بقى؟ احنا مشروع المعلم اولا قد ايه دلوقتي من المعلمين يتدربوا في لسه كتير جدا بيتدرب. معلمين، لكن احنا هنلغي الثانويه العامه بمفهومها ثانويه عامه، وهنسيب الشهاده. في عندنا شهاده ابتدائيه لاطفال عمرهم 11 سنه. تمام. ففي منطقين كده غريبين. شكرا ليك يا استاذه مها، شكرا ليك يا فندم. معانا استاذه منى من القاهره، برحب بيك يا استاذه منى. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ تعليق برضو على الملامح بتاع النظام الجديد. هو امبارح المؤتمر هو فيه بوش خير لينا، وفي امل للي يفهم رؤيه الدكتور طارق صح. وطبعا اهم حاجه احنا عايزين نعرفها طبعا اليه تنفيذ الكلام اللي دكتور طارق قاله. تمام. القوانين، لجنه البرلمان طبعا تصدر قوانين للمقترحات سياده الوزير. فهو في شغل جامد الفتره اللي جايه. طب ردود الافعال يعني انا عايز اعرف برضو ردود الافعال، يعني بالنسبه للي كانوا موجودين ردود الافعال كانت بالنسبه لهم ايه؟ يعني كان في قبول بالنسبه للغالبيه، بنتكلم على ان في لا مناصفه ما بين قبول ورفض، ولا بنتكلم على ان برضو في ناس كتير رافضه الموضوع ده؟ لا، هو امبارح ما كانش حد معترض. هو طبعا كان في كتير قوي من حملات الفيسبوك كانت موجوده في المؤتمر. وطبعا مش عارف حضرتك عارف ولا انا ادمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، هو ائتلاف يضم 10 حملات. تمام. احنا كنا مع الوزير قلبا وقالبا في الموضوع اللي بيتكلم فيه، تطوير التعليم. رؤيته حلوه جدا، تطويره وخطه الثانويه العامه. هو عايز يشيل كابوس الثانويه العامه. التعليم عايز يبدا من الاساس تطويره. هو قال عندنا عمارتين، عماره قديمه اللي هي التعليم الحالي، وعماره جديده بيبدا لسه رمي الاساس فيها اللي هو التعليم الحديث.
طبعا ده مجهود جامد ومصاريف كتيره وقوانين لازم مجلس الشعب يوافق عليها والبرلمان يوافق عليها. تمام. كان دكتور جمال شيحه كان موجود وقال ان الحاجات كلها هو هيقف قلبا وقالبا مع الوزير ومع الوزاره. الناس عايزه تهدى وتفهم، احنا مستنيين الفتره اللي جايه الوزير يطلع لنا بتصريح يقول اليه تطبيق الكلام اللي انا قلته في المؤتمر. متوقع ان هو يخرج بكل هذه التوصيات وبكل هذه الملامح امتى بشكل رسمي؟ هو كان بيتكلم ان في 2020 مش هيبقى فيه الثانويه العامه اللي احنا شايفينها والبعبع اللي احنا شايفينه حاليا. وزير التعليم العالي قال في 2030 هيبقى نظام الجامعات مختلف تماما. تمام. فاحنا مستنيين نشوف، عايزين نشوف اليه التطبيق. عايزه اقول ان السنه الجايه 2020 دي يعني الطالب الاعداديه السنه دي هيدخل اولى ثانوي السنه الجايه بالنظام الحديث، لان الثانويه العامه هتبقى على 3 سنين تقديم. طب خلينا نتكلم في نقطه ثانيه، احنا بنتكلم من الجانب الاخر او من الطرف الاخر، في بعض التخوفات بالنسبه لاختبارات القدرات اللي موجودين في الجامعه، فهل دي هيكون بقى فيها واسطه؟ الناس خايفه من كده، هيكون فيها واسطه محسوبيه؟ لا هو قال دي خارجه تماما من الواسطه، قال هو سياده الوزير قال هيطلع حد من المعترضين وهيقول دي واسطه وده معمول عشان ابن فلان وابن علان. قال الموضوع فيه شفافيه تماما ما فيهوش واسطه. هو كل طالب على قدراته. تمام. طالب بيذاكر يعني ايه الضمانات؟ يعني انا عايز اعرف برضو الشكل بالنسبه للاختبارات نفسها تكون عامله ازاي؟ يعني هيكون في الاختبارات بمعنى اصح هيكون بشكل مباشر ما بين الطالب وما بين اللي بيختبر نفسه، ولا هيكون في ابلكيشن ولا ايه بالظبط؟ يعني انا عايز اعرف الضمان للموضوع ده. هو ما وضحهاش، عشان كده انا بقول لحضرتك احنا مستنيين سياده الوزير يطلع لنا يقول اليه تطبيق. شكرا ليك يا فندم.